مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من طبق طبقنا. إن شاء الله هنكون معاكم من واحدة لاتنين. عاملين أكلات النهاردة حلوة جدا كده تفتح النفس. تعالوا أول حاجة هنعملها هنعمل أرانب كده، هنعملها بطريقة حلوة جدا بالبصل كده وشوية برتقان، حاجة كده فظيعة. تعالوا نشوف قبل ما نبدأ فيها. طبعا أرقام التليفون قدامكم على الشاشة، كلمونا طول الحلقة، اسألونا على أي حاجة حابين نجاوب عليها. طبعا سلامنا لكل الناس الحلوة اللي بتكلمنا، مدام أحلام وحشتينا بقالك كتير ما كلمتناش، هاني، ام يوسف، ممي، كل الناس، مش عايزه انسى حد، مومينا، كل الناس اللي بتكلمنا الجميله تكلمنا، مستنيين تليفوناتهم النهارده. وما تنسوش ان كل الوصفات والحلقات بتلاقوها على قناه اي تي سي على اليوتيوب، تقدروا ترجعوا لها في اي وقت. عندنا النهارده ارنب بقى، تعالوا كده ايه نطبخه بطريقه حلوه كده وجميله، وهيبقى مفيش ولا زفاره ولا اي حاجه. تعالوا نشوف كده مقاديره ونشتغل فيه مع بعض. ارانب بالبصل والبرتقال، عندي ارنب متقطع وعندي كمان بصل شرايح جوليان حوالي مثلا 2 كبار كده مثلا، وتوم وبشر ليمون ونص كوباية من عصير البرتقال، وعندي كمان زبدة وزيت وملح وفلفل ومستكة وورق لورا وحبهان وزعتر وكرفس مفروم وجزر. لو خدتوا بالكم هتلاقوا فيه اعشاب وحاجات منكهات كتير جدا هتخلي ريحه الارانب، بصوا حاجه كده تحفه. تعالوا الاول نقول المقادير تاني. عندي ارنب متقطع وعندي بصل شرايح وتوم وبشر ليمون ونص كوبايه من عصير البرتقال وزبده وزيت وملح وفلفل ومستكه، وعندي ورق لورا وحبهان وزعتر وكرفس مفروم او ممكن كزبره برده مفرومه تمشي اللي موجود عندكم، وعندي جزر برده مبشور ناعم كده او فرماه في الكبه. تعالوا كده ايه اول حاجه هنبدا ان احنا نشوح الارنب بتاعنا بالمنكهات الحلوه دي. انا عايزه بس اجيب الاول بوله كده، هحط الارنب بتاعي كده اللي انا مقطعاه وهبهره كده بشويه حاجات كده عشان لما انزله في الزبده كده كل الحاجات دي ريحتها تطلع معايا. هجيب كده شويه فلفل اسود ابهر بيه اهو. بصوا الارنب اهو بالشكل ده كده. انا بحب دايما بعد غسيل الفراخ او الكلام ده كله اقوم منشفاهم او مصفياهم كويس جدا. احنا منشفينهم بس انا هاكد عليهم ايه تاني كده، بحبهم يبقوا ايه ناشفين كده، سواء بقى بعد ما اغسلهم كده يبقوا في مصفى كده او بنشفهم كده بطلع منهم اي سوائل اهو. غسلينه وزي الفل ومصفيينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. الارانب من الحاجات اللي احنا حتى لو هنسلقها على طول، وعندي برضو ايه الكبد بتاعتها والقلوب كده ايه اخدهم، مش هسيب حاجة خالص من الارنب. مدام زيزي صباح الفل. صباح الجميل، عاملة ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت عاملة ايه؟ الحمد لله دايما منوره. الله يخليكي، تسلمي لي. النهارده المنتخب، وشك على المنتخب. انا ان شاء الله باذن الله باذن الله يبقى الناس كلها النهارده ماشيه فرحانه احمر ان شاء الله ان شاء الله، ونحتفل كده النهارده بالفوز ان شاء الله يا حبيبتي. الله يا حبيبتي تسلمي ان شاء الله. الله يخليك، بتفرج على الارنب بطريقه جديده دي حبيبتي. الله يخليكي، لا هتعجبك قوي، معموله بمزاج كده وهتعجبك قوي. بس البرتقال بالليمون بس. لا هتعجبك قوي بجد، هتشوفي كده الطريقه هتعجبك جدا. صباحك زي الفل يا حبيبتي. صباحك فل وسلام. صباحك جميل يا حبيبتي. الصف كله، كل الصف كله حبيبتي. شكرا يا حبيبتي، صباحك جميل، شكرا يا حبيبتي. بصوا حطيت شويه فلفل اسود وعندي شويه زعتر فريش او مجفف اللي موجود عندكم، لو فريش طبعا هيدي ريحه تحفه. وهاخد شويه الثوم كده تمام، وشويه بشر الليمون. بصوا بقى اول ما حطيت بشر الليمون اصلا ريحه فظيعه، وعندي الحبهان والمستكه ورق اللورا دول هحطهم في الزبده على النار. هجيب بقى الزبده كده هبدا كده ايه اديها تشويحه مع الحبهان ورق اللورا والمستكه اهو بالشكل ده. واول ما تبدا ان هي تسيح كده هبدا انزل بالارانب عندي اهو. بصوا حطيت المستكه ورق اللورا والحبهان مع بعض كده عشان يبداوا ياخدوا النكهه من بعض. دلوقتي بقى ايه هبدا ان انا الفلفل الاسود مع الثوم مع بشر الليمون مع شويه الزعتر، بصوا
هبدا كده ايه ابهر الارانب عندي، وهبدا انزلها كده واحده واحده اهو بالشكل ده تتشوح كده. ريحه بقى اول ما نزلتها في الزبده ريحه البشر البرتقال مع بشر الليمون مع الفلفل الاسود، ريحه بقى فظيعه مش قادره اقول لكم. وهنزل كمان معاهم الكبد بتاعتها، هنزلها برضو اشوحها كده هي والقلوب. تمام، يبقى انا حطيت ايه، حطيت ثوم وحطيت عليهم فلفل اسود وحطيت كمان عليهم شويه زعتر تمام وبشر الليمون، وكل ده ايه هشوحه كده مع بعض لحد ما الارانب يعني تتحمر كويس جدا. تمام اهو، عايزه بقى اديها تحميره حلوه قوي وما استعجلش الخطوه دي، يعني الخطوه دي مش عايزه استعجلها، عايزه اديها وقتها وعايزه احمرها حلو. احط الكبد اهي كده تتشوح معاها، بصوا ريحه بقى فظيعه، ريحه الارنب لما نزلت كده على الزبده السخنه مع شويه المنكهات اللي احنا حطيناها، ورق اللورا والحبهان والمستكه مع بشر الليمون والفلفل الاسود، الريحه بصوا حاجه كده يعني معموله بمزاج خالص اهو. الارانب من الحاجات خلي بالكم اللي هي بتبقى زفره، فمحتاجه يعني دايما لو هتعملوها حتى مسلوقه ما تعملوهاش، ما تحطوهاش، ما تعملوش معاها زي الفراخ كده ان انتوا ايه بتقوموا مسخنين ميه تغلي تقوموا ساقطين فيها الفرخه بعد ما تغسلوها، لا الارانب لازم تتشوح، خدوا بالكم من الموضوع ده. الارانب من الحاجات اللي بتبقى زفره، يعني لو ما اتطبختش كويس واتعملت حلو هتطلع شوربه مش حلوه وهتبقى زفره فيها زفاره شويه، فدايما حتى الارانب لما تيجوا تسلقوها ما ينفعش تحطوها في الميه كده بعد ما تغلي وخلاص تتعاملوا معاها معامله الفراخ، لا لازم تتشوح، لازم تشوحوها في مستكه وحبهان ورق لورا، ده في حاله السلق. لو انتوا هتسلقوها لازم تحطوا مكعب كده زبده او شويه زيت او معلقه سمنه بشويه حبهان ورق لورا ومستكه الحاجات المنكهات الحلوه دي، وتقوموا مشوحينها تشويحه مع شويه ملح وفلفل اسود، وبعد كده تحطوا عليها الطماطم والبصل والجزر والكرفس والميه السخنه، ده كده سلق الارانب، خدوا بالكم من الموضوع ده، لازم لازم ما تبقاش يعني ما تحطوش الميه على طول كده، لازم تدوها التشويحه اللي بالمنكهات الاول. ندى صباح الفل، ندى ازيك؟ استاذ حسين صباح الفل. يا صباح الفل يا شيف، ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ ازاي حضرتك يا شيف؟ الله ينور على الروائح الحلوه دي يا شيف، الله يخليك بجد والله، اهم حاجه ريحه واصله لكم بس وانتوا هناك. يا ريت يخترعوا يعني تلفزيون يجيب الريحه يا شيف، يعني والله يعني احنا نجيب الصينيه لحد عندكم والله. الله يخليك، تسلم ايديك والله، الله يخليك يا شيف، الله يخليك، شكلها شاي يعني بسم الله ما شاء الله يعني، وحضرتك يعني مبدع واستاذ يعني كل اكله والله. تسلم يا استاذ حسين والله، تسلم، ربنا يخليك، شكرا جدا، الله يخليك في كل حلقه موفقه لحضرتك يا شيف، تسلم، صباحك جميل، صباحك زي الفل. بصوا انا مش عايزه استعجل في الخطوه دي، احنا هنفضل نشوح الارنب لحد ما يتشوح حلو كده، وبعدين هقوم يعني حط عليه البصل، او الاول برضو هشيل الارانب عشان اشوح البصل في كل البهاريز اللي نزلت، وبعدين اقوم حاطه تاني الارانب تكمل تشويح. اهو بصوا بعد بقى ما الارنب كده اتحمر، انتوا في البيت زودوا شويه تحمير عن كده كمان، انا يعني بحب احمره اكتر كمان من كده، بس احنا عشان وقتنا نبدا نكمل بقيه الوصفه. بصوا هي اتحمرت بس محتاجين يعني انا لو في البيت هتزودها عن كده شويه اهو، هشيل بقى الارانب اللي اتحمرت بالشكل ده كده تمام اهو، والكبد وكل الكلام اللي اتحمر ده هقوم شايلاه، وفي نفس الطاسه او الصينيه او الحله اللي احنا شغالين فيها هقوم حاطه شويه بصل كده جوليان. يبقى احنا قلنا الارانب لو عايزين تسلقوها قلت لكم طريقه سلقها الصح ايه، احنا النهارده بقى مش عاملينها مسلوقه، قلنا نغير شويه الطريقه التقليديه اللي هي مسلوقه وبعدين بنطلعها نقوم محمرينها في شويه زيت او سمنه او نحطها في الفرن او الكلام ده كله، قلنا ايه يعني نغير شويه، لكن انتوا لو هتسلقوها زي ما قلت لكم معلقه زيت او سمنه او زبده بشويه ورق لورا وحبهان ومستكه
وتقوموا مشوحين الارنب بملح وفلفل، وبعد كده تقوموا حاطين عليها بصلايه متقطعه، طماطمايه متقطعه، جزرايه متقطعه، شويه كرفس، وبعدين تقوموا حاطين الميه المغليه وتسيبوها تتسلق، هيطلع معاكم زي الفل. دي طريقه سلق الارنب المظبوطه. تمام، بعد بقى ما بيتسلق بتحمروها في شويه معلقه سمنه، بتعملوا لها مثلا معلقه صلصه بشويه زيت وملح وفلفل وشويه بابريكا مثلا، وتبهروها كده بشويه بهارات انتوا بتحبوها، وتدهنوها وتدخلوها الفرن تتحمر او تتشمع كده من فوق براحتكم خالص. احنا النهارده عاملين طريقه مختلفه منها كده فيها، من غير سلق، من غير سلق ومن غير شوربه ومن غير اي حاجه. بصوا، البصل بعد ما شوحته في كل الحاجات اللي نزلت من تحمير الارنب، هبدا ان انا ايه، انزل الارنب عليه، الارنب بالكبد بكل حاجه، بالميه دي بكل حاجه. تمام، هبدا بقى ايه، اديله تشويحه مع البصل، وهبدا كمان احط عليهم الجزر. الجزر بصوا انا فرماه في الكبه منعماه خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مفروم خالص. هحط شويه الثوم، انا حطيت ثوم بسيط، هحط شويه الثوم اللي فاضلين دول، فصين ثوم كده، وعندكم بقى كرفس او شويه كزبره اهو. وهبدا بقى ايه، اقلب كل الكلام ده كده مع بعض اهو، ياخد كده ويدي. اخر حاجه لسه البرتقال مش هحطها دلوقتي، هقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض. البصل طبعا مع الوقت بينزل ميته وبيستوي وبيدبل وبيبقى بقى في منتهى الجمال. تعالوا بس ايه، ننظف الحاجات اللي وقعت على البوتاجاز كده بالشكل ده. هسيب البصل يتشوح مع الارانب، مع الجزر، مع الكرفس او الكزبره الخضراء على حسب ما انتوا موجود عندكم ايه. وبعد كده هبدا ان انا اديها تقليبه كده لحد ما كل مدى البصل بتلاقوه يدبل، بيتشوح كده مع الارانب، الجزر نفس القصه، كل ده كده ايه بيبدا يدخل مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، في المرحله دي هحط حوالي نص كوبايه كده من الميه عشان الارنب يبدا ان هو يستوي، وهغطيه، ومن وقت للتاني هفضل اقلب فيه. تمام، لحد ما الميه كمان تتشرب ويبدا برضو يكمل تشويح مع شويه الزبده اللي تحت. انا دلوقتي عايزه اسوي الارنب، فلازم احط له شويه سوائل عشان يستوي معايا مع البصل مع الكلام ده كله. تمام، احنا لسه ما حطيناش عصير البرتقال، هنحطه بس لسه لما يستوي شويه كده نص سوا، هبدا ان انا احط نص كوبايه عصير البرتقال. تمام، يبقى احنا حطينا كله، فاضل لنا بس عصير البرتقال. رباب صباح الفل. ازيك يا شيخ؟ ام رباب صباح الفل. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ انا ام صالح على فكره برضو. ام صالح؟ قولي لي، اقول لك ايه، ام صالح اللي بتكلميني على طول. صالح ام رباب. لا والله العظيم يا شيخ، على فكره انا بقالي اربع ايام او اكتر كمان بتصل ما بيردوش عليا خالص. والله معلش، احيانا بيبقى فيه ضغط. والله العظيم يعني مش انا اللي مقصره والله حبيبتي، ممكن بس بيبقى فيه والله تليفونات، فبيبقى الخط مشغول، يعني بتيجي على تليفون تاني، فهم مش موضوع ما بيردوش والله، معلش. ربنا يخليك يا شيخ. الله يخليك يا حبيبتي. بعد اذنك يا شيخ، عايزه نفسي اعمل رز معمر الحادق والحلو. انا بخاف جازي كتير بصراحه. لا لا، ده احنا عاملين، ما ينفعش تقولي كده، ده احنا بصي مثبتين رز معمر بنعمله يعني ما فيهوش نقاش، لو حد اول مره يدخل استحاله يبوظ منه، يعني احنا مثبتين مقادير للرز المعمر ده، احنا مشهورين بالموضوع الرز المعمر ده. والله لا ما شفتش والله. حاضر. ربنا يخليك. هقول لك طريقه ثابته. وايه الصح يعني، اما اعمله بفخار كويس ولا اعمله بصينيه عاديه؟ هقول لك على مقدار ويمشي كله معاكي. عندك فخار طبعا اعمليه فخار، ما عندكيش اعمليه في صينيه، اللي موجود عندك هتشتغلي، بس المقدار المظبوط اللي انا هقوله لك ده. حبيبتي ربنا يبارك فيكي يا حبيبتي. الله يخليك. بصوا، الرز المعمر احنا مثبتين طريقه ما فيهاش نقاش بجد، يعني طريقه انا واثقه ان انت هتجربيها تقولي لي طلع تحفه، هقول لك كل تفاصيلها. من غير ما تتكلمي، انت حاجاتك كلها جميله حبيبتي. الله يخليك. حاجه بسم الله ما شاء الله عليك. الله يخليك يا حبيبتي. والله لا تسلمي. يعني بسم الله ما شاء الله عليك. تسلمي. ربنا يحفظك. قولي لي، عندك فخاره في البيت؟ عندك كتب؟ عندي. طيب هقول لك. حاضر.
حبيبه قلبي. ماشي يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك. ماشي، صباحك زي الفل. بصي بقى، احنا خلاص كده الارانب خلصناها، وهنسيب بس شويه عصير البرتقال دول، هنحطهم بعد ما يستوي شويه، هغطي عليها كمان عشان تكمل سواها. تعالوا قبل ما نطلع فاصل نقول الرز المعمر. الرز المعمر هقول لك على قاعده تمشي عليها، هي دي القاعده بقى، انت عايري زي ما انت عايزه. انا عندي مقدار السوائل، عندي حاجتين، عندي ميه وعندي لبن. مقدار الرز نفس مقدار اللبن. يعني ايه؟ يعني انا مثلا هعمل 3 كوبايات رز، عايز اعمل 3 كوبايات رز، عايز اعمل كيلو رز، عايز اعمل 5 كوبايات رز. هقول لك المعيار بالكوبايه احسن، 4 3 5، اي عدد كوبايات الرز نفسها لبن، زيها بالظبط لبن. يعني هعمل 3 كوبايات من الرز، يبقى محتاجه 3 كوبايات من اللبن، هحطهم في كازرولا يغلوا. خلاص هحط نصهم ميه، دي السوائل اللي انت هتسوي بيهم الرز. نصهم ميه يعني قد ايه؟ كوبايه ونص. انا بقول لك المعيار على 3 كوبايات، انت بقى وزني لبن قد الرز ونصهم ميه، ايا كان بقى انت هتعملي الكميه قد ايه، 5 6 2 3 على حسب ما انت عايزه. تمام، لو عندي مثلا 3 كوبايات رز هحط قدامهم 3 كوبايات من اللبن ونصهم ميه. اولا انا بعمل رز المعمر باللبن البلدي، وبقوم غلياه وحطاه في التلاجة قبليها بيوم، بيطلع لي وش تحفة، هو ده اللي أنا بستخدمه. تمام، فدي نقطة برضو، أنا مهما بتعمله باللبن المعلب ما بيديش نفس الطعم ده. فهاتي لبن بلدي اغليه قبليها بيوم، يعني أنا بكرة هعمل رز معمر، هقوم جايبة كده كيلو ولا كيلو ونص من اللبن البلدي، هقوم غلياه على النار ومدخلاه التلاجة، وتاني يوم بقوم مطلعه وش القشطة ده، بحطه في طبق عشان هستخدمه للرز المعمر. خلاص باخد من المعيار بتاع اللبن، هعمل 3 كوبايات، يبقى باخد 3 كوبايات من اللبن بحطهم في كازرولا، وبحط عليهم نصهم ميه، يعني كوبايه ونص من الميه، دي السوائل اللي انا هسوي فيها الرز بتاعي. بحط عليهم على كل كوبايه رز معلقه صغيره من الملح. تمام، مثلا يبقى انا هحط كام معلقه؟ 3 معالق صغيره من الملح على اللبن وعلى الميه. هقلب كل الكلام ده وهسيبه يغلي على النار. غلي هقوم حطاه على جنب، وانا في الطاجن بتاعي هقوم دهناه سمنه، شويه سمنه حلوين كده، معلقه سمنه حلوه، وبحط الرز بتاعي 3 كوبايات بتوع الرز، وبعد كده بحط عليهم رشه بسيطه فلفل اسود، شعرايه فلفل اسود، وبحط كمان لو عندي مستكه بحط فصين، ما عنديش ما بحطش، وبقوم حاطه معلقتين سمنه سايحه كده على الرز، وبقوم بساه بايدي، يعني مخليه الرز كله يتشرب كل السمنه اللي موجوده، يتغلف كده بالسمنه. خلاص اتقلب كويس واتغلف وكله تمام، ببدا ان انا اجيب عليه السوائل اللي انا عملتها، اللي هي اللبن والميه بالملح بالتمليح اللي انا حطيته، بقوم حطاها فوق الرز اللي بالسمنه، وبقلب تقليبه كده مع بعض، وبدوق برده الملح. حاسه ان انت محتاجه ملح شويه ممكن تزودي ملح. دايما خليه مالح سنه، لان هو لما بيستوي بيظبط، يعني لما تدوقي الملح خليه الملح يبقى باين شويه. تمام، بعد كده بتقومي جايبه القشطه بقى اللي انت طلعتيها من اللبن، حطاها فوق الوش، موزعاها كده فوق الوش، وهي طبعا بتسيح لوحدها. بدخله الفرن، بعد ما بدخله الفرن ما بشغلش من فوق خالص، بدخله الفرن عادي على 220 مثلا ولا حاجه، بدخله الفرن اعرف امتى اللي هو استوى، بياخد حوالي ساعه، بعرف امتى ان هو يستوى، يعني حتى لو ممكن يبقى الطاجن صغير ما ياخدش الساعه على حسب الطاجن قد ايه. فبتعرفي امتى؟ لما السوائل كلها بتتشرب، بتلاقي الرز اتشرب كله والوش اتحمر من القشطه. اول ما يديكي لون حلو بني فاتح كده والوش متحمر، اعرفي كده ان الطاجن استوى. تمام، بقوم مطلعاه ومغطياه بورق فويل وبقدمه، وبيبقى زي الفل. جربيه وهتدعيني ان شاء الله. تعالوا بقى نطلع فاصل، ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا، استنونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض شوية شيش طاووق كده مشويين في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة، تقدروا ان انتوا كمان تعملوهم وتتبلوهم قبليهم بيوم، تحطوهم مثلا في التلاجة، تيجوا من الشغل تاني يوم كده تقوموا حاطين الصينية على طول. مثلا انا ساعات كتير جدا بعمل الاكل في الصواني وبحط الصينية في التلاجة، بحيث ان انا اجي تاني يوم مثلا من الشغل اقوم حاطة الصينية في الفرن، او ايا كان الاكلة اللي انا هعملها. يعني بتسهل جدا عليكم لو انتوا هتعملوا الموضوع ده من قبلها بيوم،
تقدروا انتوا تتبلوها وتسيخوها وتحطوها في الصينيه، وتاني يوم على طول تحطوا في الفرن وتعملوا بقى جنبها شويه مكرونه شويه رز على حسب ما انتوا بتحبوا. تعالوا نشوف كده مقاديرنا. طب قبل ما نقول المقادير ناخد مدام هناء. مدام هناء صباح الفل. حضرتك يا عم ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ انا بحب حضرتك جدا. الله يخليكي، تسلمي يا حبيبتي، تسلميلي. بنت ميه والله، ثاني عددي بتموت فيكي. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلميلي والله، شكرا ليكي بجد. حضرتك بس على البشاميل بتنشف مني حضرتك. الايه؟ البشاميل. البشاميل هقول لك بيبقى تقيل. يعني بالبشاميل لحضرتك. ما هو البشاميل بينشف يبقى تقيل، يبقى القوام نفسه بتاعه بيبقى تقيل من قبل ما تحطيه حتى في الفرن. هقول لك حاضر، تعملي ايه؟ عينيا حبيبتي. صباحك زي الفل. ماشي يا حبيبتي، هنخلص الوصفه دي وهقول لك البشاميل تعمليه ازاي. بس البشاميل اللي بيتقل او بينشف بيبقى القوام بتاعه تقيل، بتعملوه تقيل زياده عن اللزوم، بيبقى محتاج يتخفف، يبقى سايل عن المقدار ده شويه. هقول لك تعمليه ازاي بالظبط بعد ما نخلص الوصفه دي. عندنا شيش طاووق المشوي في الفرن، محتاجه وراك فراخ مخليه، وطبعا تقدروا تعملوه بصدور بس الاساسي بتاعه هو وراك فراخ، وزيت، زيت وعصير ليمون، وعندي ثوم مفروم وبشر ليمون وملح وفلفل، وعندي كمان بابريكا وبهارات فراخ وبصل باودر وبقدونس مفروم وزيت زيتون. هقول تاني المقادير، عندي وراك وزيت زيتون، لو ما عندكوش زيتون ممكن تستخدمه عادي، وعصير ليمون وثوم مفروم وبشر ليمون وملح وفلفل اسفه معلش، وبابريكا وبهارات فراخ وبصل باودر وثوم مفروم وبصل وبقدونس مفروم وزيت زيتون. تمام، تعالوا بقى ايه نشتغل كده واحده واحده فيها. اول حاجه هنعمل التتبيله، هنعمها في الكبه الناعمه خالص. هحط ايه فيها؟ مستعيله كده ايه، هحط شويه ثوم. تمام، هحط كده شويه ثوم حلوين، هحط شوية بقدونس وممكن برضو كزبرة على حسب ما انتوا حابين اهو، هحط عليهم بشر ليمون، واخد دايما بشر الليمون اللي من بره، ما ادخلش على الحتة البيضة دي عشان ما تبقاش يعني ممررة بزيادة. هجيب البهارات، بس انا مش هحط البهارات في الكبة، انا هحطها بعد ما تخلص، بعد ما نخلصها يعني. وهحط عليهم شوية زيت زيتون. تمام، وهبدا افرم الثوم مع البشر مع البقدونس او الكزبره الخضراء، الاثنين ينفعوا، وهفرمهم ناعم خالص. اهو بالشكل ده. تعالوا خلينا نحط شويه دول كمان. اهو تمام قوي كده. هاخد بقى الثوم والبقدونس والحاجات اللي احنا فرمناها دي، تعالوا نرجعها تاني هنا. هجيب اي معلقه او سباتولا اهو، بصوا ده الثوم والبقدونس وشويه من الزيت وبشر الليمون، عايزه انعمهم كده. بصوا اخليهم زي يعني كانهم معجون شويه، مفرومين شويه. احط عليهم شويه بابريكا، احط عليهم بهار فراخ او بهار، ممكن تستخدموا بهار شيش طاووق لو عندكم، ممكن بهار فراخ بهار مشكل، واحط كمان شويه البصل الباودر وعصير الليمون، واحط شويه زيت كمان، واحط طبعا الملح والفلفل لا غنى عنهم طبعا اهو. وهبدا بقى ايه اقلب كل الكلام ده كده مع بعض، الثوم مع البقدونس مع البهارات اللي انا حطيتها، البابريكا والبصل الباودر وبهارات الفراخ او بهارات شيش طاووق على حسب انتوا موجود عندكم ايه، وشويه عصير الليمون وزيت الزيتون اهو. كل ده هقلبه كده مع بعض بالشكل ده. ده بصوا دي التتبيله اللي انا عايزاها. تمام كده، هبدا اجيب بقى بوله احط فيها الشيش طاووق اللي عندي، وابقى برضو مصفياه من اي سوائل، ما تخلوش فيه يعني سوائل كتير او الميه يعني اللي مكان ما انتوا بتغسلوا الفراخ، ما تخلوش فيها الميه بتاعت الغسيل دي كتير.
فدايما كده ايه هتاكد ان هو ناشف. احنا مصفيين بس انا دايما بتمم كده يعني اهو. تمام، هبدا بقى ايه نتبل الوراك اللي عندنا بالتتبيله اللي احنا عملناها دي. يبقى انا فرمت الثوم والبقدونس وبشر الليمون وشويه زيت زيتون او زيت عادي لو ما عندكوش، فرمتهم في الكبه او دقيتهم بهون على حسب الموجود عندكم، نعمتهم خالص بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده حطيت عليهم شويه بابريكا وبصل باودر، وحطيت عليهم شويه بهار فراخ او بهار شيش طاووق او بهار مشكل، وقلبت كل الكلام ده مع بعض، ملح وفلفل وعصير ليمون، وزودت شويه زيت كمان. تمام كده، هبدا بقى احط الفراخ بعد ما انا غسلتها بالشكل ده. علي لي النار يا اسلام بعد اذنك، وهحط عليها التتبيله اللي احنا عاملينها، وهقوم بصوا متبله بقى التتبيله ريحتها فظيعه، بشر الليمون مع عصير الليمون والزيت الزيتون والكلام ده كله مع الثوم مع الكلام ده مديها ريحه فظيعه. تقدروا تسووها كده لوحدها من غير يعني، تقدروا ترصوها كده ويعني وتشوها في الفرن، او لو حابين ان انتوا تسيخوها برضو تمام. هحط كده صاج عندي نضيف، هحط عليه شويه زيت. تمام، هدهنه كده دهنه زيت بالشكل ده، وهبدا اجيب الاسياخ واسيخ الفراخ بتاعتي. معدو صباح الفل. صباح الفل عليك. عامله ايه حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله والله كله زي الفل، كله جميل. الله يخليك. صباح ليك ولام هاني ولام مينا واللي معاك في الاستوديو، صباحك زي الفل ومدام ناديه الفل. حبيبتي صباحك جميل وصباحك زي الفل، كلهم بيسلموا عليك يا حبيبتي. بصراحه انا عاوزه طريقه طرط حلوه كده من ايديك. طريقه طرط بط. حاضر بط. حاضر 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 يا حبيبتي. حاضر عينيا، هقول لك طريقه بط حلوه جدا بس عيني. ما استنيتيش. لا حاضر حاضر. ما اقدرش والله. حاضر ماشي. شكرا يا شيخه. شكرا يا حبيبتي، صباحك زي الفل، تسلمي. اهو بصوا كده بالشكل ده، هبدا بقى بصوا اهو. حابين زي ما قلت لكم تسووهم من غير اسياخ برضو تمام. اهو انا هبدا كده اعمل كده وايه وسيخ الباقي. انا بصوا بسيخهم كده بالعرض زي ما انتم شايفين عشان الفراخ ايه تبقى باينه كده عندي ومفروده وتبقى جميله كده، تبقى كلها كده ايه مشويه ما تبقاش حته وحته. ندى صباح الفل، ازيك يا ندى؟ الو. عامله ايه حبيبتي، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله دايما يا رب حبيبتي. ممكن بس استاذنك يا ندى هنوطي التلفزيون بس عشان تسمعيني كويس، ممكن؟ انا موطيت التلفزيون. طيب ماشي، انا معاكي يا حبيبتي. اخبارك عامله ايه؟ كله زي الفل والله، كله جميل. بقول لحضرتك اتفضلي. انا كل ما بعمل الكيكه الشوكولاته ما تطلعش معايا التسويه حلوه. حاضر. مع اني عامله المقادير حلوه وكل حاجه حلوه. حاضر، هقول لك تعملي ايه، وهقول لك على مقادير مظبوطه تبقى مضمونه تجربي بيها، وهقول لك على كام حاجه كده تعمليها ان شاء الله تظبط معاكي. تمام ماشي يا حبيبتي، صباحك زي الفل، شكرا يا حبيبتي. اهو كده نبدا بقى ايه نكمل كل الفراخ بالشكل ده. التتبيله يا جماعه ريحتها رهيبه، ريحتها حلوه حلاوه مش طبيعيه. الثوم مع بشر الليمون مع عصير الليمون الكلام الميكس ده مدي ريحه فظيعه، مع زيت الزيتون كمان بيفرق قوي. زيت الزيتون لو عندكم يعني حاولوا تستخدموه، فعلا بيفرق في الطعم وفي الريحه وفي كل حاجه، بيبقى مختلف عن الزيت التاني. لكن طبعا لو مفيش خلاص تمام مفيش مشكله، احنا بنشتغل باللي موجود دايما عندنا في البيت، اشتغلوا بالمتاح. بس لو متاح زيت الزيتون بيدي طعم اعلى، تيست اعلى في الاكل. بصوا انا بفردها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وببدا ان انا ايه احطها كده بالشكل ده. تعالوا نقول البط بيتعمل ازاي واحنا كده بنسيخ الشيش. البط عندنا انا بشوف احسن طريقه للبط ان انا اجيب حله كبيره احط فيها معلقه زيت او معلقه سمنه
وبحط فيها ورق لورا وحبهان ومستكه، وبقوم حاطه عود قرفه خشب، وبجيب البطايه بعد ما اغسلها كويس جدا وانشفها او اصفيها من اي ميه او اي سوائل فيها، بقوم جايباها حطاها في الحله الكبيره دي، وببدا ان انا اشوحها مع كل المنكهات دي، تمام؟ اديها تشويحه حلوه كده من كل الجناب، وبعد كده بقوم حاطه عليها بصلايه متقطعه، وبحط عليها طماطمايه برده متقطعه، وبقوم حاطه الكرفس والجزرايه برده متقطعه، وبقوم حاطه ميه مغليه وسايباها تتسلق. بعد ما بتتسلق بقوم مطلعاها، حاطه ربع كوبايه من الزبده، اقوم مسيحاها كده شويه، حاطه عليها شويه ثوم مفروم ومعلقه صلصه صغيره خالص ومعلقه سكر وملح وفلفل واي بهار انت بتحبي طعمه، وبعد كده بقوم دهنه البطه بيها من فوق الوش ومدخلاها الفرن لحد ما تتحمر والزبده كده ايه تتحمر معاها وتبقى زي الفل، تمام؟ انا بحب الطريقه دي جدا، فيعني شوفوا على حسب طبعا ما انتم بتحبوا، في طرق كتير جدا للبط، انا قلت لك طريقه حلوه كده ان شاء الله يعني تبقى حلوه معاكي وتحبيها وتظبط معاكي. انا هحط حته الفرخه اللي فاضله دي ايه في السيخ ده عشان خلاص ما عنديش فراخ تاني، خلصنا الفراخ. الباقي بقى كده، كل الباقي ده هبدا ان انا انزله على الفراخ بالشكل ده، زيت الزيتون والثوم وعصير الليمون، كل الكلام ده كده ايه احطه، وهبدا ان انا احطها في الفرن، مشغله الشوايه على الهادي ومشغله النار من تحت عالي. طب انا عندي الفرن ما بيشتغلش الاثنين مع بعض، هشغل الفرن من فوق من تحت عادي تماما على 220 مثلا، وهقوم بعد ما اخلص ممكن اقوم يا مقلباها يا مشغله الشوايه من فوق عليها اهو. ممكن تحضروا التحضير ده وتاني يوم زي ما قلت لكم كده تحطوا في الفرن على طول لو انتوا مستعجلين. قبل ما نطلع فاصل ناخد شيماء ونبص على الارانب كمان. شيماء صباح الفل. صباح النور يا شيماء، عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله، تسلمي ايدك على كل اللي انت بتعمليه. الله يخليكي يا حبيبتي، الله يخليكي، تسلمي لي. تسلمي يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي. كنت عايزه اسالك النبي يا شيف، عايزه اعمل الكيكه بالدقيق الاسبونج. حاضر هقول لك. وعايزه اعرفها بعيار الكوبايه، يعني لو هعمل كوبايه واحده يعني انت عندك دقيق اسبونج؟ حاضر حاضر. تمام، ومعلش لو دي الاسبونج فانيليا مش شوكولاته، ازاي احوله لشوكولاته؟ عادي لو ضفت له كاكاو؟ طبعا عادي، هقول لك. حاضر، ماشي يا حبيبتي، شكرا يا حبيبتي. بصوا هنبدا بقى نقلب في الارانب وهنسيبها تستوي. في الوقت ده هحط بقى ايه شويه عصير برتقان كده، اسيب بقى عصير البرتقان يغلي مع السوائل في الارنب شويه، وكل السوائل دي انا عايزاها تتشرب شويه والارانب بتستوي معاها. الريحه بجد تحفه، ريحه المنكهات اللي احنا حاطينها حلوه جدا. تعالوا بس نطلع فاصل، واحنا لما نرجع بعد الفاصل هنعمل وصفه ثالثه، وكمان هنجاوب على كل الاسئله ان شاء الله اللي انتوا سالتوها. استنوا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي هنعمل طريقة بانكيك سهلة جدا، هنعملها بانكيك بالسينامون كده طعمها حلو جدا. تعالوا نشوف مقاديرها ايه. عندنا كوباية ونص من الدقيق، وعندي كمان كوباية لبن وبيضتين ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وعندي كمان معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة صغيرة من الملح ورشة فانيليا، ومقادير الصوص عندي 4 معالق كبار من الزبدة، وتكون يعني سايلة أو لينة شوية، وعندي كمان قرفة ناعمة ونص كوباية من السكر البني أو سكر أبيض، وتحطوا عليها معلقة عسل أسود كده زي ما احنا اتفقنا، وهزين بصوص كراميل، وطبعا زي ما انتوا حابين. لو حابين ان انتوا يعني تستغنوا عن صوص الكراميل أو تعملوه في البيت، احنا عملناه قبل كده ان احنا كرملنا سكر، وهقول لكم ازاي تعملوا صوص الكراميل واحنا شغالين. يبقى هقول تاني المقادير، كوباية ونص من الدقيق، وعندي كوباية من اللبن وبيضتين، وعندي معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقة زيت ومعلقة ملح، وعندي كمان رشة فانيليا، ومقادير الصوص بتاع القرفة، محتاجين 4 معالق كبار من الزبدة السايلة،
معلقتين كبار من القرفة، نص كوباية من السكر البني، وصوص كراميل للتزيين. تعالوا أول حاجة كده هنعمل الخليط بتاع البانكيك اللي احنا هنشتغل فيه. في الخلاط هحط اللبن على البيض على الفانيليا بالشكل ده، وهبدأ أحط البيكنج باودر على الدقيق، وهحط عليهم رشة الملح، وهحط الزيت اهو، الزيت اهو، هحط معلقة زيت كده، وهبدأ أقلب البيكنج باودر مع رشة الملح مع الدقيق، هقلبهم كده بالشكل ده، وهضرب كله في الخلاط، او طبعا ممكن بويسك على ايديكم، بس احنا ايه عشان يبقى انعم واسرع هعملهم في الخلاط. هديها كده ضربة، هديها تقليبة سوري، اهو، وبعدين هقوم اديها ضربة كمان لحد ما الدقيق كله يختلط. هحط بقية اللبن، وهبدأ اجيب بقى بولة كده افضي فيها الخليط عشان نعرف نشتغل فيه براحتنا. هقوم منزله الخليط كله، وهبرضه هديله ضربه كده بالويسك عشان اتاكد ان مفيش اي حاجه ما دابتش. هجيب كده الويسك كده، هاخد شويه الدقيق دول اهو، بصوا ده كده تمام جدا. المفروض بريحه كده حوالي 10 دقايق قبل ما اشتغل فيه، بس احنا عشان الوقت هنشتغل على طول بالشكل ده. هنبدأ نجيب أي طاسة موجودة عندنا ومغرفة، ونبدأ إن احنا نشغل البانكيك على طول. هبدأ كده أحطه بالشكل ده، وتعالوا بقى نعمل الصوص بتاعنا. عندي الزبده هنا محتاجه ان انا الينها شويه، هحطها كده في الكوبايه دي وهبدا ان انا الينها شويه. لا المضرب المضرب، عايزاها بس تبقى ايه يعني لينه او سايله شويه، مفيش مشكله في ان هي حتى تبقى سايله شويه. بصوا ببدا بقى ايه، الفقاعات دي بتبدا تبان، اول ما بتبدا تبان كده وبتتحرك ببدا ان انا ايه اقلبها الناحيه التانيه. لسه شويه، مش عايزه اقلبها بدري. ماشي كده خلاص الزبده تمام كده. بصوا الزبده زي الفل، هحط عليها السكر، وهحط عليها القرفه، وهحط عليها حوالي معلقتين ثلاثة كده من اللبن، وهبدأ أضرب كل الكلام ده مع بعض. ريحة فظيعة بجد.
بصوا بقت عامله زي الكريمه كده شويه. هبدا بقى اخففها بمعلقه معلقه لبن كده، يعني واحده واحده كده، معلقه معلقه هبدا اخفف بيها. هبدا كده ايه اقلب البانكيك بتاعي، واحنا معدين كده ايه ادي تقليبه للارنب. بصوا ابتدى الصوص يتقل، دي شويه لبن يا اسلام اهو. حابين بقى على فكره تكملوا الارانب دي في الفرن، تخلوها تتشمع في الفرن، حابين تخلوها كلها تستوي كده على النار زي ما احنا بنسويها، براحتكم مفيش مشكله خالص. يعني ممكن بعد ما تخلصوا التسويه بتاعتها ممكن تقوموا حاطينها في الفرن كده ايه تتشمع لها شويه لو انتوا حابين، فبرضو يعني ايه متاح تعملوا كده. شكرا. هبدا بقى ايه معلقه معلقه لبن كده لحد ما ايه القوام بتاعي يبقى مش سايل ميه وفي نفس الوقت مش جامد، اعرف اوزعه يعني. نشوف كده كده تمام ولا ايه. نجيب معلقه. محتاجين ان احنا صوص الكراميل لو مش موجود عندنا وعايزين تعملوه، هتبداوا ان انتوا تجيبوا صوص الكراميل، هتجيبوا كوبايه من السكر، وبعد ما تجيبوا كوبايه من السكر تكرملوها على النار، وبعد ما تتكرمل هتحطوا عليها كريمه بالتدريج، هتبداوا بنص كوبايه وبعد هتوصلوا لحد كوبايه يعني من الكريمه، بس ابداوا بنص كوباية. اول ما هتحطوا الكريمة على النار هتلاقوها جمدت جدا، وبعد كده ابتدت تفك مع كل السكر اللي الكارمل. تمام، تعالوا نحط واحدة بانكيك تانية اهو الشكل ده، نحطها على النار. الشيش طاووق في الفرن مش قادره اقول لكم عامل ازاي، تعالوا برضو نبص عليه بصه. بصوا فظيع بجد، وبيتشوح بقى وبيتشوي، مش قادره اقول لكم عامل ازاي، حلو جدا. هنطلعه دلوقتي مع بعض. الايه يس، تعالوا بقى ايه نفضي كده الدنيا عشان نبدا نعمل البان كيك مع بعض. اسلام يلا، احنا قدامنا وقت قد ايه؟ اسلام معلش. طب نطلع الشيش طاووق يا اسلام. فاجئنا طب في الاخر ولا ايه؟ يعني ايه؟ نطلع طب الحاجة. نطلع الشيش طاووق يلا. عايزين نقدم البان كيك، ممكن نقدمه مثلا هنا. هنبدأ بقى ايه نجيب البانكيك بتاعنا، هحط من الحشو ده، ابدأ ان انا ادهنه كده ما بين الطبقات اهو بالشكل ده. تمام اهو، وهحط عليه طبقات البانكيك، وهحط له كده الحشو ده اهو. بصوا عامله زي الكريمه كده، وهبدا احط الطبقات بتاعتي. ممكن ناخد واحده اكبر شويه عشان تبقى كلهم نفس الحجم. نبدا ندهن برضو الحشو بتاعنا بتاع السكر والقرفه والزبده الشكل ده كده، ونجيب بقى واحدة كده فوق الوش، ونبدأ بقى نحط على اللي فوق دي، هنحط عليهم صوص كراميل الشكل ده كده، تبقى طعمها حلو جدا. القرفة بقى والسكر والكلام ده كله بيبقى في منتهى الجمال، تقدروا اللي انتوا تحطوه بشكل بسيط وحلو جدا. تعالوا بقى ايه نقدم الشيش طاووق، ونحط البانكيك كده على جنب. خلينا نرفع دول كمان. تعالوا بقى ننظف الدنيا سريعا كده ونقدم الشيش طاووق. شكرا.
شكرا. الشوك بقى عامل ازاي؟ تحفه. وانا كمان لا يعني هسيبه ينشف كمان شويه، بس ايه احنا عشان وقتنا هنقدم، بس انتوا ايه سيبوه ينشف شويه عن كده كمان. حلو جدا مع شويه بقى من الرز او مكرونه او حاجه، بيبقى بجد في منتهى الجمال. سهل جدا وسريع ومش محتاج اي تفاصيل تانيه تقدروا ان انتوا تعملوها. تعالوا بقى نقدمه. عايزين نجاوب على البشاميل بينشف ليه، برضو من الحاجات اللي عايزين نجاوب عليها قبل ما ننهي الحلقة. البشاميل دايما بينشف زي ما اتفقنا ان هو بيبقى المقدار بتاعه ناشف، يعني اللي انتوا بتعملوه بتلاقوه ان هو ناشف بزيادة يعني. طب اعمل ايه عشان ما ملقاش البشاميل بينشف معايا لما ادخله الفرن؟ هتحطي 5 معالق من الدقيق عليهم 5 معالق من الدهون، سمنه او زبده او زيت. وانا دايما بمكس زيت معاهم، يعني سواء هشتغل بزبده لازم احط معاه نص المقدار زيت، وسمنه بحط نص المقدار زيت. الزيت بيديله نعومه كده، ما بيخليهوش مكلكع وبيبقى خليه كريمي جدا زياده عن اللزوم. هبدا كده ايه ارص معاكم القرالب واحنا شغالين بنقول البشاميل. 5 معالق من الدهون و5 معالق من الدقيق، هقلبهم مع بعض كويس جدا على النار لحد ما يبقوا يعني سايلين كده شويه، فاكين من بعض، ما يبقوش يعني دقيق كده جامد في بعض، يبقوا سايلين شويه. بعد كده بقوم حاطه عليهم 6 كوبايات لبن بالتدريج، ما بحطش اللبن مره واحده، بحطه بالتدريج. ببدا ان انا وانا بحط اللبن بايد وبقلب بالويسك بالواحد زي ده كده بالايد الثانيه، بفضل اقلب بالتدريج لحد ما واحط اللبن لحد ما الاقي القوام عندي ممتاز. تمام. بعد كده بستخدم حوالي على ال5 معالق، وال5 معالق بياخدوا حوالي معايا 6 كوبايات من اللبن. بعد كده بحط ملح وفلفل وجوز الطيب، هما دي البهارات اللي انا بحطها. طب بالنسبه لل لو انا مثلا عايزه احط اضافات تانية، ممكن نحط نص كوبايه من الكريمه، ممكن احط معلقه قشطه، دي اضافات يعني لو انتوا حابين تحطوها، لكن هو ده المقدار المظبوط للبشاميل. ولازم البشاميل يبقى كريمي معايا، فافضل اقلب فيه ما سيبهوش لحد ما يعني يجمد وينشف والكلام ده كله ويكلكع معايا، لازم القوام يبقى معايا كريمي. يبقى كريمي ازاي؟ بالتقليب المستمر وبالمقدار المظبوط، ما يبقاش ولا جامد قوي ولا يعني سايح زياده على اللزوم، يبقى وسط. تمام. دي كده الارانب خلصت معانا. بصوا بقى مش قادره اقول لكم، انا الصوص كمان تقدروا برضو تنشفوه عن كده شويه، هسيبه يغلي شويه، كنت طبيعي يعني اخلي السوائل تتشرب اكتر من كده، بس احنا دايما عشان وقتنا بحب اوريكم الحاجه من الالف للياء واحنا على الهوا، ما بحبش يعني قوي احضر حاجات قبل الهوا كده عشان تبقوا شايفين كل الخطوات معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شويه ارانب بقى معمولين بطعم تحفه، تقدروا زي ما قلت لكم كده، ان انا بالنسبه لي احب ان انا اشوحهم تشويحه كده في الفرن ربع ساعه كده، اشمع كل الكلام اللي فوق الوش ده، والارانب تبقى متحمره كده، ما تبقاش طريه شويه، تبقى بالنسبه لي يعني مظبوطه ظابطه تحفه، مع شويه رز بالصوص اللي نازل منها بشويه البصل وعلى الجزر والكلام ده كله، كلوا وادعوا لي. دي كده كانت حلقتنا النهارده، عملنا الشيش طاووق وعملنا البان كيك السينامون وعملنا كمان الارانب. خلينا نجاوب على الدي الاسبونج. الدي الاسبونج هتجيبي، لو انت مثلا عندك دي اسبونج، هتاخدي نص كيلو من دي الاسبونج على 5 بيضات على نص كوبايه ميه، هتحطيهم كلهم على بعض في العجان او في مضرب، لو عندك مضرب بيت هتحطي كل ده في بوله. تمام. وتقومي ضرباهم مع بعض كلهم حوالي 10 دقائق. ده كده كيك الاسبونج الجاهز. بتستخدميه ازاي؟ نص كيلو على 5 بيضات على نص كوبايه ميه، بتحطيهم كلهم المقدار على بعض وبتضربيهم بمضرب كهرباء 10 دقائق. ودي الاسبونج لازم مضرب، يعني كيك الاسبونج عموما لازم مضرب كهرباء، ما ينفعش على الايد، مش هتظبط معاكي. تمام. ده بالنسبه لو عندك دي اسبونج جاهز. تمام. طب لو انا عايزه اشتغل بمحسن جل او كيك سفنجي بمحسن جل، بحط 2 كوبايات من الدقيق وبرده على بعض، بحط عليهم 5 بيضات وبحط عليهم نص كوبايه من الميه ومعلقه من البيكنج باودر ومعلقتين صغيرين من محسن الجل او معلقه كبيره، وبحط 1 كوباية من السكر. تمام. كل ده برده بيتضرب مع بعض 10 دقائق،
بيطلع معاكي مظبوط جدا. لو ما عندكيش كيك او دي سبونج عايزه تعملي بيه الكيك الاسفنجي. دي كده كانت حلقتنا النهارده. قولي. طب دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ان شاء الله اشوفكم بكره في يوم جديد وحلقه جديده من طبق طبق.